من جديد بنرحب بكم متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا، صباحاتكم بعافية أكيد وصباحات خير وبركة. تحايا صباحية من طاقم قناة الشروق الفضائية، تحديدا من برنامج صباح الشروق، ممهورة بدعوات الصحة والعافية لكل متابعينا وين ما كانوا، في بيوتهم، في أشغالهم، في مدارسهم، في جامعاتهم، وين ما كانوا إحنا بنديهم دعوات الصحة والعافية. وأكيد العافية هي واحدة من الحاجات اللي إحنا بنسعى عليها من خلال حياتنا، بالغذاء الصحي، بالرياضة، بغيرها من التفاصيل اللي عندها علاقة بستايل حياتنا وطريقة معيشتنا. خلينا مع بعض نمشي لفقرة رياضة مع الكابتن إبراهيم المأمون، رفع الأثقال في نادي النيل العالمي، نتابع. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن تمرين عضلة الأرجل، اللي هي عضلة مهمة جدا في جسم الإنسان، وتمرين بيحفز الهرمون بتاع التستوستيرون على نمو العضلات وعلى قوتك البدنية وكذا. فهي بتتكون من عدة، يعني زي ما بقول، هي عضلة كبيرة جدا في جسم الإنسان، بتتكون من العضلة الرباعية الأمامية والعضلة الثلاثية الخلفية، وعندك عضلة القلب. في عضلات العضلة الضامة والعضلة الوحشية بالنسبة للأرجل، فكلها عندها تمارين إن شاء الله. أولا بالنسبة للزول المبتدئ، دائما بيبدأ بوزن جسمه، كذلك الزول اللي عنده إصابة مثلا في المفاصل أو في السلسلة الفقرية، فبيتطلب إنه يعني يتمرن التمرين ده برعاية شوية خاصة، لأنه ممكن تؤدي لإصابة أكبر. فلازم تكون تحت إشراف مدرب يتابع معك نفس التمارين اللي هي المفروض تتمرنها. أما بالنسبة للزول السليم، فبيبدأ دائما عدد الجولات بيكون 4 جولات، ما بين 4 إلى 3 بالنسبة لمثلا تمرين الخرفصاء اللي هو الاسكوات، فتكون الجولة من 12 ل 8 عدات حسب زيادة أوزانك يعني في التمرين.